واتمنى ان طبعا تسمحوا لي هذه اول فرصه التقي بمجتمع عربي. عاده محاضراتي مع الجاليه العراقيه، فشكرا لكم ولحضوركم الكريم. كان موضوع المحاضره اللي احنا نناقشها اليوم هو التكيف الاجتماعي للاجئين في ظل المجتمع، في ظل المجتمعات الجديده. راح يكون بشكل مبسط وجميل، اتمنى ان يلاقي اعجابكم. راح اتحدث العربيه السهله البسيطه ان شاء الله. اذا اكو اي اعتراض على اي كلمه قد تصدر باللكنه العراقيه، حضراتكم بتعرفوها، ممكن نغيرها بكلمه مقاربه للهجاتكم الكلمه. فاحنا راح نتحدث عن التكيف. راح نعرفه بشكل مبسط جدا، هو قدرة الإنسان على البقاء حيا في ظل تغير الظروف الاجتماعية والبيولوجية في أقصى الظروف الطبيعية والمتغيرات البيولوجية. التكيف دائما يعتمد على عاملين مهمين، أولهم الاستيعاب. ونقصد بعملية الاستيعاب هو أنه قدرة الفرد على تشغيل حواسه الخمسة لاستيعاب كل العناصر الجديدة الداخلة إلى مجتمعه أو إلى ذاته، فيعمل على استقصاء هذه المعلومات من نظم بيانات اجتماعية، من قوانين اجتماعية أيضا يعني محيطة به بالبلد اللي ينتمي إلى البلد الجديد. إحنا راح نتحدث عن البيئة الجديدة، فراح يرى ويسمع ويجرب ويشاهد. وتلاحظون حضراتكم هنالك بعض الأشخاص عندما يأتون إلى بيئات جديدة راح يشوفون أول مرة كصدمة لدخولهم هذا المجتمع، كأنه هم صم بكم لا يعرفون شيئا. ثم تدريجيا تبدي هذه الحواس باستيعاب كل ما هو محيط بهذه البيئة. ثم العامل الثاني يجي إلى التمثيل، بعد أن يمتص الإنسان أو الفرد كل ما شاهده وسمعه ولمسه بإيده، راح يتحول إلى قوانين بالممارسة، راح يبدأ رفلكس يعمل للأنشطة هذه داخل المجتمع الجديد. طبعاً للتكيف اللاجئين صعوبات كثر وأمور كثر قد لا يدركوها، أنا لخصتها لضيق الوقت. منها الجانب اللغوي، طبعا من أشد الصعوبات اللي يعاني منها اللاجئ أي لاجئ هي اللغة. اللغة هي عامل مهم جدا في التكيف. لو فهنالك كثير من الأشخاص، يعني هنالك بحوث تقول أنه 70-80% من تكيف الفرد مع مجتمع جديد يعتمد على اللغة. وتلاحظون حضراتكم إذا جاء شخصان إلى بيئة، من بيئة عربية مثلا إلى بيئة الأمريكية، وهما لا واحد يعرف اللغة الإنجليزية والآخر لا يعرف اللغة الإنجليزية، الأول راح يشوف أنه سهل عليه أنه يمشي بالشارع، يعرف يسوق، يحضر كل احتياجاته الشخصية واحتياجات عائلته، فدرجة الخوف والرعب تكون قليلة. بينما الشخص الآخر الذي يفتقد إلى هذا الجانب اللغوي راح يكون كأنه تائه في هذه البلاد، لا يعرف ماذا يفعل، قد يقع بالكثير من الأخطاء. ولهذا من أهم المصاعب هو الجانب اللغوي فيها. أيضا هنالك الجانب الثقافي. كما تعرفون حضراتكم احنا نأتي من مجتمعات شرق أوسطية تجمعنا تقريبا الدول العربية ثقافة واحدة in general متفقين عليها كخطوط عريضة. عندما نأتي إلى هذه البلدان بثقافتنا العريضة راح ننصدم بثقافة هذا المجتمع، قد لا يقبل ثقافتنا وقد لا نقبل ثقافته، فإحنا نحتاج إلى نقطة تواصل بين الثقافتين، فراح نقدم ثقافتنا، يعني نقدم نقاط الالتقاء مع الثقافات الأخرى. مثلا يعني احنا نستطيع ان نتعايش مع الاخر، نستطيع تعلمنا في بلادنا القيم الاجتماعيه الجميله، ممكن ان نستخدمها مثل الاحترام، التعاون، الصدق، كثير من القيم والمبادئ
التي تعلمناها ممكن أن ننقلها إلى المجتمع الحديث. كذلك هذا المجتمع لديه بعض القيم اللي ممكن أن تتوافق ويا ثقافتنا وبالتالي يمكن الاستفادة منها. لذلك على اللاجئين استخدام أسلوب المرونة العقلية. أنا راح أحكي على اللاجئين، أغلبنا لاجئين، ولكن بشكل عام in general أي شخص يأتي من مجتمع آخر إلى مجتمع جديد يحتاج إلى استخدام المرونة العقلية. قد تتساءلون شنو معنى المرونة العقلية؟ في بعض الأحيان إحنا ناس قد نكون متزمتين في أمور لا يمكن أن نتراجع عنها، نعتبرها قيم حدية لا يمكن أن نتنازل عنها. مثلا عمل البنت ببلادنا العربية أغلب العوائل البنت لا تعمل إلا بعد التخرج أو بلوغ يعني 20 سنة فما فوق، قد اكتملت مداركها العقلية. هنا الدولة تسمح للبنات من عمر 14 سنة أن يمارسون العمل. فإحنا مثلا كعرب وعراقيين نخاف على أولادنا وبناتنا من الاحتكاك المبكر بالمجتمع، ولهذا نمنع هذا الحادثة. إحنا إذا أخذناها من باب آخر مثلا أنه العمل المبكر قد يقوي الشخصية، قد يخلي البنات والأولاد على حد السواء أنه يبنون شخصيتهم الثقافية، يتعلمون من التجارب، يحتكون مع الآخر ويكونون علاقات اجتماعية محترمة، قد ينقلون بعض الصور عن العائلة العربية إلى المجتمع الجديد أيضا. فهذه من النقاط اللي تسمح بالتعايش والتوافق داخل المجتمع الغربي. نجي إلى السلبيات. طبعا أكو إيجابيات نتعلمها من خلال احتكاكنا بهذه المجتمعات. إحنا كنا كمجتمعات شرقية نتحدث بصوت عالي قليلا، يعني عندما نرحب إحنا العراقيين بالذات، نحكي عن العراقيين، عندما نقوم بالترحيب بالضيف فنهلل إليه وحد ارتفاع الصوت حتى الجيران يسمعون، يعني فنرحب بالضيف ونكرمه ونتلقاه ونرسم نكون علاقات اجتماعية وأخذ وعطاء، مو بس بالضيف، احنا مع سائق التاكسي، مع الطبيب، مع أي شخص نكون منفتحين. ولذلك هذه المجتمعات علمتنا أول شيء أنه نتحدث بصوت منخفض، أن نترك المجال للآخرين أنه يكملون كلامهم ثم نحن نبدأ بالكلام. قبل لا، احنا من باب الحوار، حضراتكم يمكن تشوفون بعض البرامج التلفزيونية بالعالم العربي، تشوفون الحوار عبارة عن معركة خفيفة كلامية هي ولو، ولكن كلام حاد بين الطرفين. هنا في هذه المجتمعات لا، رح نتعلم إجباريا. ليش؟ لأنه الطرف المقابل أيضا ما يقبل أنه إحنا نعيط، رح يعتبره أنه هذا قلة احترام لإله. فهذه الطريقة تخلينا calm down. هذا نوع من التكيف، التكيف مع العوامل الجديدة، احترام القوانين وإطاعتها. احنا في بلادنا اغلبنا مثلا نضرب الإشارة الضوئية او العفو نرمي الأوساخ في غير مكاناتها المخصصة او بعض كل، هنالك الكثير من الأمثلة البسيطة السهلة، ولكن هنا ممنوع الإشارة الضوئية، ممنوع استخدام التليفون بأثناء السياقة، ممنوع ممنوع ممنوع. فهذا احنا مجبرين ان نلتزم بهذه القوانين كنوع من انواع التكيف الاجتماعي مع هذا المجتمع وقوانينه. كذلك عندنا احترام آراء العائلة. قبل الوالد بالمجتمع أو بالأسرة العربية لحد الآن في مجتمعاتنا، الأب هو الراعي الأول في البيت، كلمته هي الماشية، صح كانت أم خطأ. الأم تجي درجة ثانية ولكن يعني أقل من الأب، الأب هو المسيطر. هنا تعلمنا انه العائله تكون تقعد وتشارك على ميزه الطعام قد او على جلسه، يعني على الطعام. دائما العرب احنا دائما نتفق دائما على موائد الطعام، وهي تربيه صحيحه، تربيه صحيحه. في احدى المجلات، في احدى الاعداد اللي وصلتني من مجله العلماء النفس الامريكان، كانوا قد عملوا بحث إنه أغلب النصائح والإرشادات والقيم اللي توصلها العائلة هو عن طريق التقاء العائلة
مجتمعة حول مائدة الطعام كنوع من وسيلة من الوسائل الثقافة وتوصيل الآراء للآخرين. فهذه كانت أهم الإيجابيات. أما من السلبيات اللي قد نعترض عليها هي الحرية الزائدة، والحرية الزائدة لم تعطينا إياها هذه المجتمعات، نحن أخذناها، إحنا استغلينا قانون الحريات في هذه المجتمعنا وأسأنا استخدامها. مثلاً اللي يكون عمره 18 سنة يروح يحصل عمل ويكون مستقل، واللي وما يسمع كلام الأهل، وهذا اللي نقول الدولة تسمح لي، لأنه إحنا للأسف هنا بعض الأحيان لما نجي نتكيف ويا عناصر اللي تفيدنا، اللي تقوي أنانيتنا قليلاً، واللي تخلينا نحس بالفردية باتجاه أنفسنا والعزلة عن العائلة. هذه الحرية هي خطر، مثل ما تعرفون حضراتكم هي خطر، وإحنا كنا نخاف من الحرية الزائدة على أولادنا وبناتنا وأجيالنا الجديدة يعني القادمة، خاصة الأطفال اللي ولدوا هنا واللي دي يتربون هنا. فيجب أن نعلم أولادنا أن الحرية هي جزء من حالة اجتماعية، إنه إلى حرية في إبداء الرأي، حرية في مأكلة، حرية في اختيار نوع التعليم اللي يرغب أن يتعلمه، لكن ليس له الحرية يعني حتى يعني ليس له الحرية المطلقة في كل شيء، إنما هنالك حرية دائما حرية لها تكميم وسيطرة. نجي إلى الجانب الاجتماعي وهو الجانب المهم. حضراتكم مثل ما تعرفون إحنا في بلادنا العربية كل اللاجئين لا يأتون وهم حاملين شهادات عليا أو خريجين من جامعات عالية ولا يعرفون